وتنضم إلينا عبر الهاتف دكتورة جميلة السلمان، استشارية الأمراض المعدية. دكتورة جميلة مساء الخير. وبداية، يعني الجهود الوطنية مستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي حول التعقيم والتطهير على كافة الأصعدة، يعني ما هي الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها في هذا السياق؟ فعلا قامت وزارة الصحة بإعداد مجموعة من الأدلة الإرشادية حول التطهير والتعقيم اللي تتوافق مع معايير وتوصيات منظمة الصحة العالمية وتشمل عدة أنواع من الإرشادات. هناك دليل تعليمات توجيهية لأماكن العمل، دليل تعليمات توجيهية للحجر الصحي المنزلي والتطهير المنزلي، دليل تعليمات توجيهية لمرافق الحجر الصحي، تطهير المرافق الصحية والسيارات الإسعاف، وأخيرا دليل تعليمات توجيهية لتطهير الأماكن العامة. هذه كافة المعلومات متاحة للجميع عبر المصادر الرسمية وبصورة مستمرة عبر العديد من الوسائل وعلى كافة المستويات، ونرى فعلا تجاوب العديد من الجهات الحكومية ومبادرتها بتعقيم وتطهير منشآتها بما يحفظ صحة وسلامة الجميع، وهذا شيء متوقع من جنود الوطن. نعم دكتورة جميلة، يعني ما هي المستجدات أو مستجدات المتعافين الذين تم إخراجهم من الحجر الصحي الاحترازي؟ لله الحمد، بلغ عدد المتعافين حتى يوم أمس 60 حالة، وتم إجراء جميع الفحوصات المختبرية اللازمة للتأكد من خلو جميع المتعافين من الفيروس بحيث أن يرجعون للمجتمع بسلام وأمان. كما بلغ عدد اللي تم إخراجهم من الحجر الصحي الاحترازي 139 شخصا، وقد استكملوا طبعا جميعهم فترة الحجر اللازمة وهي مدة 14 يوم، وأجرى جميع الفحوصات المختبرية للتأكد أيضا من خلوهم من الفيروس، وتتم متابعة جميع هذه الحالات بصورة مستمرة وتحديث مستجداتها على موقع وزارة الصحة. ولله الحمد لم تسجل حتى اليوم أي حالة محلية غير معروفة المصدر، جميعها حالات المخالطين قادمين من الخارج. نعم دكتورة جميلة سلمان، استشارية الأمراض المعدية، شكرا جزيلا لك.